تفتكر ليه لما تنام 4 ساعات بتلاقي التمرينه جامده قوي؟ احيانا تلاقي احسن كمان من لما تنام 8 ساعات. فطالما الموضوع كده يبقى ليه تضيع 4 ساعات من يومك على النوم على الرغم ان الطاقه هي هي او احسن كمان؟ فالنهارده انا هجرب اتمرن وانا نايم 4 ساعات بس، وفي يوم تاني هجرب اتمرن وانا نايم 8 ساعات، ونشوف الفرق بين النوم القليل والنوم الطبيعي. فخلينا نبدا بالشخص الطبيعي ونشوف يومه ونومه ماشيين ازاي. اوكي، حاليا يا شباب الخير في الطريق للجيم وبنشرب المياه العاديه جدا، طبعا ما فيهاش حاجه غريبه جدا خالص. يعني المهم عندنا النهارده تمرين دراع، يعني انا نايم 8 ساعات، فخلينا لما نوصل ان شاء الله ونلعب التمرينه فعلا ونشوف ايه اللي هيحصل. وانا ما شربتش قهوه، ما شربتش اي حاجه، رايح معتمد 100% بعد ربنا على النوم اللي انا نمته 8 ساعات. فخلينا نشوف. هبدا اول تمرين في اليوم النهارده كتف الجانبي بالكيبل، ولغايه دلوقتي بصراحه يعني ايه انا اقدر اتمرن، بس لغايه امتى ما اعرفش. بدات التمرين بواحده من اكتر العضلات صعوبه في التركيز في تمارينها، وهتمرن 3 مجموعات وفي قمه الطاقه والحلاوه. دخلت على التراي بالكيبل بوزن تقيل، ولقيت اني لسه فايق وقادر، فتمرين الشولدر بريس المركب قدرت اركز فيه واجيب اخري. اتنين كمان بس. انا عاده بالوزن ده بصراحه بجيب مثلا 11 12، لكن 10. ففي اول تمارين، اول 3 تمارين كنا كده، تاني 3 تمارين غالبا هيبقوا كده. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. وعشان اشوف موضوعي من الاعراب في مجتمع الجيم من ناحيه النوم، قررت اسال الجماويه في الجيم بيناموا كام ساعه عاده. بتنام كام ساعه في اليوم؟ تقريبا 7 8 ساعات، ما بين 5 الى 6 ساعات تقريبا. 8 الى 10 ساعات. 6 ساعات. 8 الى 9 تقريبا، من 7 الى 9 ساعات. كن بالاجازه 12 10 8 الى 10. وكما هو واضح الغالبيه العظمى زي حالاتي بيناموا كويس وعاملين نتيجه كويسه. خلصنا بصراحه في نهايه التمرين، الطاقه ميته قوي قوي، يعني احنا في نص التمرين وقعنا كده، دلوقتي انا وقعت كده. هل مرتاح في نظامك؟ مرتاح طبعا مرتاح. بالنسبه لي النظام ده بصراحه افضل نظام قدرت اوصل فيه فعلا لكل حاجه انا بحلم بيها مثلا. يعني فانا بدري اصحى بدري، اخلص اللي ورايا بدري بدري، اتمرن بدري، طاقه كويسه، كله زي الفل. الله يحييك حبيبي، عطني أكتر قهوة فيها كافيين. أكثر قهوة فيها كافيين؟ إيه. كويت بارد ولا حار؟ بارد. بارد يا حبيبي. إيه. خذ ممكن الكولد برو. جيبها يلا. كولد برو الآيس أمريكان. أكتر حاجة فيها كافيين، تفهمني كده. سويت أو ساندوتش ثاني مان؟ هات واحد كوكيز. طالما الجو حلو كله زي الفل. حبيبي. قهوة كبيرة علشان نفوق. يعني 4 ساعات نوم ومن غير قهوه كمان انا هموت حرفيا. اكبر قهوه واكتر قهوه فيها كافيين عندهم. يلا بينا. طبعا القهوه الكبيره دي عشان انا مصحصح بزياده وعشان انا فيها طاقه كبيره النهارده، هنعمل تحدي. فاكر انت اليوم بتاع 8 ساعات، الراجل بتاع 8 ساعات اللي نايم نوم صحي وطبيعي؟ هتحداه، اللي هو انا بس في الماضي. المهم على كل عده اقل هجيبها، يعني هلعب النهارده نفس التمرينه بالظبط اللي انا لعبتها في يوم الثمان ساعات، على كل عده اقل هجيبها هنزل 20 ثانيه في الجاكوزي البارد. البارد يعني لو جبت مثلا 10 عدات اقل 200 ثانيه، وانا اقصى حاجه بجيبها اصلا مش عارف حاجه و40 ثانيه حاجه زي كده، اللي هو ببقى اصلا هموت خلاص، فاهم؟ هنبدا التمرين باول تمرين وهو الرفرفه الجانبي على الكيبل زي ما بدانا في يوم الثمان ساعات، وزي ما قلت لك على كل عده اقل هجيبها من يوم الثمان ساعات هنزل 20 ثانيه في الجاكوزي البارد. فان شاء الله ما يحصلش، يعني انا طموح، انا طموح، فان شاء الله ما نقلش اصلا، مش نقل كتير، لا ما نقلش اصلا. يلا بينا. ودي التمارين والمجموعات والعدات اللي لعبتها في يوم الثمان ساعات، فركز وراجع معايا يا جماوي. فيعني ايه علشان انتوا كمان تراجعوا معانا. اوكي. بدايه التمرين كانت مفاجاه، الطاقه والعدات كانت اعلى بكتير من يوم الثمان ساعات نوم. الحاجه الوحيده اللي انا لاحظتها تخليك عندك طاقه خزعبليه
بعيدا عن النوم ان انا نايم 4 ساعات وفي طاقه جامده قوي. هناك شرب امريكانو، انا كنت بحب امريكانو وطعمه سيء لغايه دلوقتي بصراحه، مر قوي، ولكن الطاقه بجد حاجه خرافيه فاهم. يعني انا فاكر لما كنت مدمن بري ورك اوت وكافيين كنت بشرب مثلا 400 ملي جرام كافيين في اليوم عشان بس اتمرن، مش عشان اتمرن تمرينه حلوه، لا علشان ادخل جيم. ولكن الامريكانو حرفيا فيه كام؟ 90 مثلا، 90 100، وبالطاقه دي فاهم جامد. ومش بس كده، التمرين التاني والتالت حصل فيهم مفاجآت اكتر كمان. 10 عدات اكتر من يوم 8 ساعات بعده في اخر مجموعه. اخر مجموعه انا في يوم 8 ساعات جايب 9 عدات، النهارده انا جايب 10. عشرة ليتس جو. في نص التمرين حاليا ولغايه دلوقتي بصراحه الطاقه في افضل حالتها، 4 ساعات نوم ليه لا. بس الامريكان انا شايف بصراحه الامريكان ممكن يبقى السبب الاساسي، الامريكان اللي انا شربتها اللي قد كده دي. فعلى العموم تالت تمرين لغايه دلوقتي كل عداتي في كل التمارين زادت عده عن الثمان ساعات. فمش عارف بصراحه حاليا في نص التمرين، نشوف في اخر التمرين هل هنزل فعلا الجاكوزي ولا لا. اصلا يعني مش هنزل كام دقيقه، لا ممكن ما انزلش اصلا. طيب ان انا اجيب عدات اكتر من ابو 8 ساعات حتى وانا مش مرتاح. تسعة بالظبط نفس بتاع 8 ساعات، مش متخيل انها كانت عدة واحدة بس كنت هنزل الجاكوزي. لغاية دلوقتي ماشيين زي الفل، ان شاء الله نكمل الاخر كده. وفكرة نزول الجاكوزي البارد شكلها مش هتحصل، لان التمرين قبل الاخير برضو قدرت اجيب فيه نفس العدات بتاعة يوم 8 ساعات. ثمانية لازم اجيب واحدة كمان ضروري. ولكن لسه في اخر تمرين للتراي، واللي بعد اول مجموعة بدأ يجيلي شوية كوابيس. هل مرتاح في نظامك؟ نظامي؟ اكيد مرتاح فيه. تخيل تنام 4 ساعات بس وتوفر 4 ساعات من يومك وتشرب كوباية قهوة وتيجي تشيل اوزان اكتر وعدد اكتر، مين مش عاوز كده؟ وفي المجموعة التانية فعلا حصل اللي كنت خايف منه، جبت عدتين اقل من يوم 8 ساعات ونزلت الجاكوزي البارد 40 ثانية. هم عدتين اللي ما جبتهمش 40 ثانية أو أكتر كمان 40 ثانية عشان أتأكد 100%. وبعد التجربتين الأربع ساعات والثمان ساعات خلينا نشوف آخر دراسات جماوي الحديثة. جبنا 3 أشخاص، واحد فيهم بينام 4 ساعات والتاني بينام 6 ساعات والتالت بينام 8 ساعات. وفي خلال 30 يوم لو جينا نشوف إيه اللي حصل لكل واحد فيهم هتلاقي إن النتائج مرعبة. كل شخص فيهم استمر على نفس عدد الساعات اللي هو بينامها، وصاحب الأربع ساعات نوم في خلال الـ30 يوم حصل له مضاعفات صحية خطيرة قوي وأضرار كتير. النوم قليل، الطاقة على مدار اليوم مش كويسة سواء في التمرين أو في غيره، التركيز على مدار اليوم سيء، واستمراريته على النظام ده شبه مستحيل. صاحب الـ6 ساعات كان أحسن منه شوية، ولكن ده مش معناه إنه كان أحسن 100%. صاحب الـ6 ساعات النوم بتاعه كان يعتبر قليل برضه، والطاقة أحسن من الـ4 ساعات ولكن في المجمل تعتبر قليلة، واستمراريته على النظام ده أي نعم يقدر يستمر عليه أكتر من صاحب الـ4 ساعات، ولكن الأضرار اللي جات للـ4 ساعات هتيجي لصاحب الـ6 ساعات ولكن في مدة أطول شوية. فلو صاحب الـ4 ساعات جات له أضرار كبيرة قوي جانب النفسي والجسدي في خلال أسبوع، صاحب الـ6 ساعات ممكن تجيله في خلال 2.5 أسابيع مثلا أو حاجة. وآخر واحد البني آدم الطبيعي فيهم اللي كان بينام 8 ساعات بياخد كفايته من النوم، ده كان النوم بتاعه عالي وكويس جدا، الطاقة على مدار اليوم والتمرين كانت كويسة قوي، واخر حاجة انه يستمر على النظام ده كان سهل جدا انه يعمله، لان النظام ده بيتيح له انه يعيش حياته حرفيا بافضل شكل ممكن في كل جوانب حياته، الشغل، الدراسة، تمرين، اكل، كل حاجة حرفيا. واه حتى الاكل بيتأثر بالنوم. الشاهد من الكلام ده كله يا جماوي انك لازم يبقى عندك روتين خاص بالنوم ونظام معين ماشي عليه، عندك وقت ثابت تنام فيه ووقت ثابت تصحى فيه. هتنام مثلا الساعه 9 وتصحى الساعه 4 الفجر، دي حاجه لازم تثبتها في يومك وفي حياتك بشكل عام، لان النظام والروتين ده هيساعدك انك توصل لافضل نتائج جسديه ونفسيه. وعشان اخوك جماوي مش عاوزك تضيع وقتك ولا شبابك على الارض بسبب النوم والروتين، عملت لك ملف فيه روتين حرفيا كامل متكامل لليوم كله، منظم لك اليوم من اول الساعه اللي هتصحى فيها لغايه الساعه اللي هتنام فيها. تقدر تحمل الروتين ده والملف ده من اللينك في الديسكربشن، ملف مجاني مش هتدفع عليه اي حاجه، مجانا تماما. هتدخل على الموقع بتاع جماوي هتلاقي اول حاجه ظاهره لك، حمله وابدا التزم بالروتين ده وهتلاقي نتائج خزعبليه حرفيا في حياتك. أوعدها. ودي ما كانتش آخر دراسات جماوي واجتهاداته، بل آخر الدراسات العلمية
الحقيقيه. ايه ده انت لسه هنا؟ على العموم الروتين اللي انا قلت لك عليه ده هو نفس الروتين اللي اخوك جيمباوي ملتزم بيه بقاله تقريبا 3 سنين، والحمد لله اللي سامح لي اوصل للجسم اللي وصلت له، وفي نفس الوقت برضو اقدم محتوى مفيد افيد بالشباب زي ما انت بتستفاد دلوقتي يا جيمباوي. فحمل الروتين وما تنساش لايك سبسكرايب.